اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده اكل صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. احنا مش بنعمل اكل صحي ويخلينا نقفل نفسنا من الغداء او من العشاء او من الوجبه اللي احنا بنتناولها يوميا، لا، احنا بنبحث جوه الاكله، بنشوف ايه الدهون، ايه المكونات بتاعتها، ونبدا نعمل نفلتر من الموضوع ده ونقدمها بقدر الامكان حتى لو بنسبه 50% تكون هيلثي. معانا النهارده كفته. اوبا، كفته النهارده. الفراخ هنعمل كفته الفراخ بالخضار، هنشوف نعملها مع بعض ازاي بالصينيه، حاجه كده ميكس لطيفه من اختراعي، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. مكوناتها لطافه، صدور فراخ، معانا تشكيله من الخضار، الكوسه والفلفله والبصل والثوم، معانا شويه عين جمل، معانا جزر، حاجات لطيفه. البرغل معانا هنا هو العصب بتاعها. معانا النهارده طبق مكرونه انا بعشقه، مكرونه خفيفه، لو انا عايز اتعشى والوقت متاخر باكل المكرونه دي، مكرونه بالزبادي، واحب ادعمها بشويه عين جمل او لوز. عين جمل ازاي؟ اللي هو الجوز، بنحمره في معلقتين من زيت الزيتون او بدون تحمير حسب الرغبه، وبنزين بيه الطبق كده ايحاء ان احنا بناكل مكسرات مع المكرونه والزبادي. الزبادي هيلسي، بنشتريه من اي سوبر ماركت، نقدر نديله قوام بواسطه النشا وبياض البيض. معانا عصير النهارده بنهديه لطلبه الثانويه العامه علشان يركزوا ويجيبوا الدرجات التفوق ان شاء الله، ونتمنى لهم التوفيق. عصير الافوكاتو باللوز، يا مزاج اللوز، يعني اوميجا 3 والافوكاتو، كلنا متفقين على ان هو نوع من انواع الفواكه لو احنا عايزينه فواكه، ونوع من انواع الخضار لو احنا عايزينه من الخضار. مقادير سلطه الجزر بزيت السمسم، المقادير على الشاشه. معانا جزر مسلوق مسبقا، زي الفل، ومتقشر وزي الحلاوه، حلو الكلام. وزيت سمسم، وبقدونس مفروم ناعم، وسكينه حاميه، والمقادير على الشاشه قدام حضراتكم، ممكن تصوريها وتكتبيها. حلوه قوي سلطه جديده دي يا شيف. الجزر مفيد، فيتامين سي، بيعلي المناعه، قيمه غذائيه عاليه، حاجه جديده للاولاد يحبوها، جربي معاهم مفيش مشكله. زي الفل. اخواننا في الصين دايما بيستخدموه مع السلطات. جزر اتقطع كده. معانا مين يا فندم؟ تعالوا مع بعض نعمل سلطه الجزر سريعا كده عشان وقتنا. شفنا المقادير بتاعتها يا استاذ رحاب بعد اذنك. سلطه الجزر بزيت السمسم، معانا جزر بنقطعه مكعبات او مربعات او شرايح بالشكل ده كده. لازم الجزر ده يتسلق مسبقا، ولما تسلقي الجزر تسليه في شويه ميه قليلين علشان نستفيد بالميه بتاعته. والمقادير على الشاشه، معانا زيت سمسم، معانا بقدونس، معانا كمان سنه ملح صغيره، وممكن تحط معلقه صويا. زي الفل، ده الجزر جاهز تمام. يعني هو ابن عم البنجر في الطعم لما نيجي نحسب القصه بتاعته. حلو، اللهم صل على النبي. شويه بقدونس، شويه صويا صوص، ولو حطيتي الصويا صوص يا ست الكل ما تحطيش ملح، شويه زيت سمسم، سلطه لطيفه طعمها مميز. هدعمها بفص توم ني، ودي اسالي الاولاد حسب الرغبه، سنه شبت صغيره، واساليهم انا حطيت توم على السلطه، مش حابين ما تحطيش. نقلب السلطه. حاضر عينيا، شوف الكفته حالا، انا بتاخد وش بس، هطلعها لكم حالا دلوقتي. كله منتظر الكفته للشيف اشتغلها في الاول. طبقتين بينهم خضره، الخضره دي دعمتها معلقه طحينه، يعني اوميجا 3، يعني قيمه غذائيه عاليه جدا، يعني معلقه الطحينه بديل للدقيق علشان لما تنزل ميه، الميه تلاقي ايه؟ معلقه الطحين حارس مرمى قوي جدا. نجيب طبق التقديم بتاعنا. للسلطه الحلوه دي كده. مكانها فين عايزها؟ قول لي ولا تخبيشي يا زين. مكانها اهوت. هي مش محتاجة أي برزنتيشن، اللون برتقالي ده بيفتح النفس، أنت خليها على السفرة كده اللي رايحه اللي جاي يبص لها، ناكل الأكل اللي موجود كله على السفرة. معلومة، دي معلومة علمية، يقول لك اللون البرتقالي لما نبص له كتير يفتح نفسنا للأكل، للي مش عايز ياكل يعني. حلو؟ عود نعناع، عود نعناع، على الوش. حاضر عينيا، هطلع لك أحلى كفتة دلوقتي. طيب، عملنا مع بعض كفتة بالصينية، وعملناها بالخضار، وعملنا سلطة الجزر إهداء مني كمان
لطلبة الثانوية العامة عشان فيتامين سي وتقوي المناعة، وعملنا مكرونة لطيفة الطبق المفضل ليا من المكرونة في حالة إن إحنا فاتنا معاد العشاء، عبارة عن مكرونة وزبادي بتكنيك عالي علشان ما يفرطش معانا. رؤية فن إبداع وأكل هيلسي كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.